وقعد على الأرض. يا دكتورة أغمي عليها. فريزرز نلعب بالعربية. اشتركوا وشاركوا للجميع. الحمد لله أنه لم يكن هناك الكثير من الناس في قاعة الانتظار. جئت مسرعة إلى هنا. أهلا أهلا أميرة مولان، ماذا حدث؟ لماذا أنت هنا؟ صباح الخير يا دكتورة باربي. قطتي لا أعرف ماذا بها. ماذا بها؟ ماذا حدث؟ لا أعرف يا دكتورة، كنا في البيت وفجأة جاءت إلي وجلست في حضني، ولاحظت أنها تتنفس بصعوبة. لا أعرف ماذا أفعل. لا تقلقي. هل عندها ربو؟ لا، ليس عندها ربو يا دكتورة، ليس عندها ربو. وهل زاركم حيوان مؤخرا؟ لا، لم يزرنا أي حيوان يا دكتورة. بلى، زارنا حيوان. جاءت صديقة بنتي لتقضي معنا عطلة الأسبوع وأحضرت معها كلبها. آها، قد يكون سبب هذه الصعوبة في التنفس هو الكلب. وكيف هذا يا دكتورة؟ الحساسية للحيوانات تسبب صعوبة في التنفس. ضعيها على الطاولة لأفحصها. تعالي يا عزيزتي، سأخذك إلى الطاولة لتفحصك الدكتورة. لا تخافي يا عزيزتي، أنا فقط أريد أن أفحصك. اقتربي منها من فضلك يا أميرة مولان كي لا تخاف. طيب سأقترب. لا تخافي يا قطتي العزيزة، لا تخافي، الدكتورة ستفحصك، هي لطيفة جدا. لا تخافي يا قطتي العزيزة، أنا هنا أريد فقط أن أفحصك لأعرف ماذا بك. وقعت يا دكتورة، وقعت على الأرض. أغمي عليها يا دكتورة، أغمي عليها. قطتي. لا تقلقي، سأعطيها قليلا من هذا الدواء وستتحسن إن شاء الله. وها هي قد أفاقت. شكرا يا دكتورة، دواء ناجع والحمد لله. شكرا حبيبتي. دكتورة، هي تتنفس جيدا الآن؟ نعم طبعا، أعطيتها الدواء. وماذا أستطيع أن أفعل يا دكتورة كي لا تمرض ثانية؟ أعطيها هذا الدواء مرتين في اليوم، مرة في الصباح ملعقة صغيرة، ومرة قبل أن تنام في المساء ملعقة صغيرة أيضا. سأفعل ذلك يا دكتورة، ألف شكر. تعالي يا عزيزتي، سنذهب إلى البيت الآن. أنت بخير، الحمد لله.